موتس أكبر فرصة لاكتشاف المواهب الكوميدية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة وهي الحلقة الأخيرة من الدور الأول لأول مسابقة للمسرح الكوميدي الساخر موتس. لا تخلونا ننساو أن جوائز هذا البرنامج في نسخته الأولى، الجائزة الأولى 2,000,000 من لوقية والجائزة الثانية 1,000,000 من لوقية. في بداية الحلقة الرابعة وهي الحلقة الأخيرة من الدور الأول من مسابقة موتس، خلونا نرحبوا بلجنة تحكيم المسابقة في نسختها الأولى، وهم الباحث الدكتور الكاتب الصحفي الساخر منير واللي خليه، والمخرج المسرحي والتلفزيوني بابا والميني، وعبد الرحمن والأحمد سالم وهو مخرج سينمائي ومدير دار سينمائيين موريتانيين. طبعا لا ننسى أن نرحب بالعون القضائي الأستاذ الشيخ واللباه. نتائج لجنة التحكيم: نتائج الموزع الصوت: النتيجة النهائية: متأهلون إلى الدور الثاني من برنامج موتس. كالعادة معانا الليلة 9 متسابقين، كيف الحلقة الفايتة لاهي عد العروض قدام لجنة تحكيم المسابقة وقدامكم انتم مشاهدينا الكرام. المتسابق الأول في الحلقة الرابعة، متسابق رقم 69، منير والمحمد. السلام عليكم. موتس. محمد الأمين ملقب منير، مشارك في مسابقة موتس، راجي إن شاء الله لأني أقدم لكم شيء يضحككم. ربة كسكس مولا شاري دغري أنت شحالة؟ هذا الله كنت مالكو. أكيد على أنها صح. بام أو ألو ألو طويلة تجري تعلاق البيس، واحد ينحاف مجنون يتمتم، واحد خاف في عقل واخر سنتا يخفاف ضينين الوتات منين عمال الثوران انتم منين؟ زين احنا هذا الاثنين، انا ما قال لي منير غير صاحبك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرني في مال الدولة اللي عنده، هذا ما هو لي، هذا المواطنين كاملين، نعرف انه المواطنين يا غير انا عندي منه نسبه. اسمع لا تكثر الاخبار، الدوله ما تلات كيف كانت، الدوله كانت حواصه، دكار الوزير يمص، المدير المسؤول كبير يقص.
خلينا نقبل شوي من المال من فضلك، حقي كمواطن. خلينا نقبل شوية، خلي دولة. منير، انت فيك ثلاث روايات انا عاجبيني ونبغيك تستغلهم، حتى واحده انك راجل على الاقل من الناحيه العمريه كبار سنا من الشباب، وانك متخلص من عقده المجتمع الموريتاني اللي عنده ان الفن انه مرتبط بفتره معينه من العمر، هذه مهنك عليها. الميزه الثانيه اللي فيك جسمك مطاوعك وقابل انك تعدل به اللي بغيت تعدل به، رغم انك ما استغليت استغلال جيد. المساله الثالثه نعرف انك عندك شمن المشارب الثقافي والخبره في هذا المجتمع اللي ما توفى اللي زادت يتهنى عليها. يا غير العرض عاده الليله تعبوك في روايتين، واحده الطريقه اللي كتبت بها ما فيها شرحك، والطريقه ما اللي ادت بها انا كمتلقي عادي فترت اش قاعد انت اللي عتلات رصويلات رصويلات. بارك الله فيك. غرش حاله ظاهر لأنك الليلة ارتبك نصك شوي بك اللي خرجت عن نقطة قوتك. مهنئك على كل حال، ومنتهز فرصة مالي ظهورك في البرنامج أنا وأنت نتكلموا، لكن نقلعوا ربطان روس عن شمن الناس اللي يعرفوك أنت كشخصية شائعة وعيا وشوفوا اسمي أنا في الجرايد وعادوا شاكين عنا شخص واحد. مرحبا بك وسهلا. منير أنت أكيد عندك موهبة وقوة صاحب الميلودراما، هو على أنه يستطيع أنه يلتقط يسر من الأمور من الواقع بشكل مباشر ويؤديها بشكل مباشر. تعبك الانتقال من شخصية لشخصية، وكنت ما كان له ضرورة، كان مفروض على أساس أنك تحكي القصة على لسانك، متأكدين على أنك لو كنت حكيتها تكون أكثر طرافة وخلي عنك تجسيد الشخصيات، الانتقال من شخصية إلى شخصية. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. منير انت كنت عند لجنه التحكيم، شو سويت مع منير لجنه التحكيم؟ احترم رايها، طالب منه يصوت لي على رقمها. درجه التصويت دائما على الارقام الظاهره تحت الشاشه. متسابقنا التالي هو المتسابق رقم 14 ينجا والمحمد عبد الله. السلام عليكم. موتس ينجا والمحمد خلق 1996، وعدكم تم الجمهور عن الدور تشوفوا المزيد. من اسمع ميزيك جسمه هذا تتحكم به كم هو يرقص واحد وما نعرف ماري قرب انت دسي انيمي من الرواج حقيقي هذا تسمع شيء دسي انيمي وقفت قدام عطالي بسات عاد يوقفوا لها العلية تلقى وتاكسيات يوقفوا لها الحد حد زوين موعي بدي شو نحن نرقدوا لصف مع الصباح نعود ونبد عودة هذا جيد مرحبا بك هذا جيد مرحبا بك رئيس برودكشن مرحبا سما انا دور شارككم مشاكلي وشارككم اللي خارج يعني هنا انا قلت عني لا فيست في المسابقه جبت مليونين يعني ماني استغنى منها انا اللي في الدار قال عنهم ما يخلوني من هالشيء قلت لاخويا عني جاي لين فرحه قام قال لي انت قواضي مليونين ماني كامل اللي نقبلها انا شنو انا تعبت وعدت مكان بدك تقبلها انت قلت لك ها نقبلها انا كامله وين دايقوا ها اي اي انا عقبها عرفت عنها لا واحده من الثنتين لا امالو والله امالو وفي الحالتين هي لو عرفت عني لي عقبها كامل اللي لود الشغله نشتغلها انا لنجي جدي عنده متجر للحيوانات نشتغل معاه فيها السلام عليكم عليكم السلام
ندور نشتغل معاك يا جدي ما تشغل الحيوانات. تتعرف الحيوانات؟ ايوه هاك. النيرة بخلص هي كانها راجل والله امرأة. مال هوين. شوف النيرة بنين يطرحها. ينين يهرب راجل. ينين تهرب امرأة. مال هوين. شنو هو ابو خاعن من بدك تشغل معي؟ تفوق ذي النيرة اللي خاصت شغلتي. عساك بابي لا تجي فيك النيرة. ذي الشغلة الأولى خسرتها هي. هاك اللي ينقص الشغلة الثانية. أنا نرقص شوي. خلاص كاني مرة ما جبت لكم ميزك خسرتوا علي مرة لين قولها من فمي. ما سمعت التصفيق ما يعني ما وزن الشغلة الثانية خسرت الشغلة الثالثة أنا عندي شمل الحركة دائما جسمي لوين نعدل به اللي نبغي انا وانتو مالي ما شغله انت تشغلني معاك اي شيء انك يسوى نشوف بلي ذي جلابيه برضو قولي شغلني ما ما اجبرت اي شغله او عندني انا ارجع لخويا خليني ندق معاه لين خلص وجهك وحده صنت قلني اللي تعدل يعود زوين عندي لين خلص وجهك وبقية جسمك ونص صنتك يخسر عليه المتعة سي با بروكو ما نعرف في مشكلة في التوازن بين ذا اللي تقول وذا اللي تعدل وأجزاء جسمك الاثنين أنت من تحت رقاص ويعطيك تستغل اللي عندك والطوع اللي عاطيك جسمك تستغله في رواية أخرى قلت تضحك تشحن به قصة ثانية تضحك وتأليفك فيه شوي لغان ويضحك والانتراكتيفيتي لان التجاوب معنا نحن كلجنه التحكيم ومع الجمهور فكره ذكيه يا غير مزاج خاصه شوي من الملح. عندك ليونه جسديه اصلا عندنا احنا في المسرح نقولوا على ان انسانها يصبح عجينه طيعه معناها يقدر يدي كل دور اكيد على انك بداخلك انت وحد شايف سحنتك ووجهك يعرف عنك في كوميديا داخل شويه قد ما تكتشفتها حاول انك تكتشفها اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ينجح انت تعرف روايه قال احمد المغومت؟ تعرف روايه قال احمد المغومت؟ هذا سولف لك عن روايه قال احمد المغومت والالعاب التقليديه دور تعطيك بها فكره ان شاء الله. ينجح انت قطعا عنك موهوب عندك هذه المرونه الجسديه قطعا عنها موهبه فتبارك الله واضحه. يا غير احنا في مسابقه للكوميديا انت تعرفه هذا هو المتاهه اللي طحت فيها وهي اللي سبت اللي خلق عبد الرحمن عاد منين يخرصك كامل ما يفهم الروايه اللي خلقتني بك اللي انت جسدك يعدل عرض وانت لو خرج تعدل عرض ثاني انت تعدل عرض كوميدي ما قد يتركز عليه بك اللي واحد من اللي جسدك لا يتنعتن الموهبه اللي عندك مرحبا بك سهل ينجى شو السيت مع راء عبد الرحمن مسألة. قال لي أني عدلت زين وضحك شوي وذل قال كاملين محترمه وعلى راس صرت على رقم 14 يرجى التصويت دائما على الأرقام الظاهرة على الشاشة. متسابقنا التالي هو المتسابق رقم 20 مع طاول الشيباني عرض جديد مع طاول الشيباني. السلام عليكم. موتوس مع طاول الشيباني 1989 من دردره شارك برنامج موتوس لاجل الفوز ان شاء الله. الله تعلمون بعد عن اليوم والله مريض 5000 ويلي باطل اللي يخرق لي لا خلفيه منه شعر راس لا اله الا الله. ابوي السلام عليكم انت عندك ذا اللي ينباع ذا اللي يندار عليه رواد يسحب له شعر راس ها؟ أنا يا شعب والله الأحرام لا اللي تعدلني أنا يجي أنا يجي وارك غير بيت عني والله أنا غير بيت عني من اللي عدل أخذين الشعر راس عني يجي ما يجي بخمس تلاف ما يتواسبها براك هل يمشون إن شاء الله ولا شنقوا روسنا لا بسم الله بعدك ساعة بعد جبت لي تلفون قالت يا أني بيك ما خالق ما قلت أنت واكني يجي ما يجي بخمس تلاف تقول لي الله لازقنا موت
بارك بعد الله الحمد لله بسم الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله اقع حر من كان اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه لا اله الا الله حر لا ننجر في ركبتي عندي يا اخوي انا قاعد قصبني البول كنت ندير رايد داير في رقبتي كان ظهر لي ما عنده حر 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 في الرقبه لا درت بعد في رقبتي كان يا اخوي خفاف علي شوي انا خايف يموت من الجيم انا جايب 5000 حد باطي يموت في البديه الى جيت نقول معني لا متو مت شان قراص اللي الله يرحمه في سيكين 100 شان قراص شكرا انا منين جيت داخل قلت ابوي انت ما عندك اللي يشعر راسه كان انك تزود ذي الشعر برا انك تزود الواد زيد الشعر ما هو شعل بالنام القصه للاسف الشديد ما اكتملت لكن قالت والله فيها قصتين مشهورات والله نكتتين مشهورات نكته تبسيمه واللبنو اللي سلكته من العدو والنكته الثانيه نكته الفار اللي قالوا صاحبه لحقوا له هي ينتحر قالوا ما هو انتحار انتحار هذا انتحار ذي راح يبل في رقبته قالوا لك عدته بعد اني مت هذول النكتتين معرفه الثنتين قد على الاقل تحلبهم وتوظفهم وتعدل منهم قصتك توفيق انا ظاهر لي لانك انت من راسك ما لك مقصود خالق نوع من الارواقيش يقولوا له الناس خرباب نوع من الارواقيش يعودوا مهما غسل يضحكوا قاعهم من رؤوسهم كشكل وحركاتهم انا ظاهر لي على انك من ذاك النوع من الناس انت يالطك تشتغل اكثر على قضيه الضحك ما دام عندك نقص في الاداء التمثيلي ما دمت مركز لا على قضيه ضحك كنت يالطك مو اللي تركز عليه حتى كان بامكانك على انك تقلد شخصيه اجتماعيه من الواقع الاجتماعي وتقدمها احسن من هذا وخانك مو اللي قصر الوقت لان اللي طوال عليك الوقت شوي تعود مالك مقصود يقير الوقت هون قصير في واجعه ما يعطي للنساء خالك شي من الرقاصه ما يحمق بال يا الماولين فوت يطوال المرجع والمرجع هون قصير واكيد عنه لين يطوال تقدر تجيب شيء احسن منها اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. معطش قالت لك اللجنه؟ اللجنه قالت ترى وانا مولي محترم اراها حد يصوت على الرقم 20 معطر الشمال. درجه التصويت دائما على الارقام الظاهره على الشاشه. للاعلان في برنامج موطس اتصلوا على الارقام التاليه. السلام عليكم. موطس. يحفظ عبد الرحمن مشارك في مسابقة موطس وراجع عند مولانا عني نلحق إلى النهائيات إن شاء الله تعالى. يما ها يا خويا أنا سني واحد ب 20 وقدت عليا ولا يقول لي دوري كتني. الحق أنا بعد إني لقيت نتقدم كامل. قصر عمرك إن شاء الله قبضتني في ظهر كمبس. أنت أنت مادت. قصر عمرك إن شاء الله خلعتني كل شكلها كي تقول عن 20 وقدت عليك. موهبتك في النكتة. حاول انك تتعلم ياسر من نكاتك. مقرر عني المره عني نحامر عبد الرحمن. اكشن. شكرا. استعان. نعرفها لك ولا نقلبها لك؟ ها؟ هما واحد صا وستا. بيلي عرفه يعرفه إقلافا وقلف يقلف إعرافا واحد باع ما هو واحد انت سولت نفسي انا تلميذي باع اها انا ساحل ميدي استاء ها نحن فصل الخريف والله فصل الربيع فصل ما معنا فصل وتو احنا فصل ما انا ما انا فصل المدير جاء حضرة المدير فخامة المدير سيادة المدير حضرة الإدارة
حتى رات المدير فخامة المدير. سيدي المدير، 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 ها المدير، سيدي المدير، أنا قابلني في فضل كمبس كمبس ظاهر لي لأنك أنت يالتك تتفق على الأقل تتفق معاك مقيعدة صغيرة من اللي بهيداك لا يتعطيك حرية أكثر في أداء دور التلميذي بكل عدت مقيد شوي تعود قد تحامره في بقى رياحية شوي أنت للعرض العدد فيه مجموعة من النكات وشي منهم قاعة قديم ظاهر لي لأنك ما وفق قباله والله زاد ما تخممت حتى والله ما اعطيت راسك الوقت هذا هو الظاهر لي ومرحبا بك استاذ علي المفروض على انك الساعه اللي اعطيت معالي المدير السيد المدير السيد كذا السيد كذا حاول انك تستنطق ان المدير لكن شوفوا كان يعود المدير اشعر هو من التلميذي اتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا حفظو ايش قالت لك لجنه تحكيم المسابقه خصوصا الاستاذ عبد الرحمن والاحمد سالم الاستاذ عبد الرحمن والاحمد سالم عدلي بالحال طالب من الجمهور عن الصوت الى رقم 62 حفظ عبد الرحمن نرجو التصويت دائما على الارقام الظاهره على الشاشه متسابقه الخامسه المتسابقه رقم 29 جمعه من سالم السلام عليكم موتس جمعه من سالم من خلاق 1994 مشاركة في برنامج مطلس إن شاء الله هنا نقدمهم إن شاء الله ومفاجآت إن شاء الله هذه ما هي شغلة نحن البادية مهيون ومقطوع قلوبنا مش أولادنا ندورهم يشتغلوا ويعاونونا بخيلة لا اللي تلقنا الأم يقول لها العدد طبال في فرما كلي وبو باتم الله وماتم قطع وخشوا في فرما أنا زين عندي نكتب على القناة بحكي كل عدد لا يطاطيهم لا يلبسك طاطيهم وقتينهم لبتوا أنا لاحظت أنك دخلتي قابلك موطس فهم يجي واحد منهم يقعد في الدشرة وراني مقترح على موطس عنهم يقبلوك ألو السلام عليكم ديك من خالت أمي هذه كانت من خالت أمي أقدك تي ذاك تي قديم قد مشي عام الأول الحيز اللي كنت سالفك يا خيتيني مشي يا لي أنا رأيني هنا أنا ويا اللي عندي خيتيني لا ساكنين لا تاكين هون تي هذا في السن ها مو صالح رولك هاي ما موفق رولك أمو كنت بند بيك لا 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 وألف لا النوم ما مقبول قال لا لا هو أنت قاعد مشي قاعد مشي معامل هذا مو صالح رولك لو قدك مالي لا ينقطع عنك باكت اياه ايوه هيا قلت لي من قتل ولا شنو قال يا قلت له يا امل لي شي حد يقول لي مثلا حصاني اللي ما فكرش امك لا تامل لي راك صالح يا ويلو تعب بالله لا شنو شنو قال لي انا ما عندي فورين ني عند اولادي لا لا الاوام نقول لا الاوام ني ادو لي شوي من هاكوتو موهبة في التقليد والمحاكاة يقر لي لك شفت كيف المرتبكة شوي ما نعرف بركوا رمن حد شاف وجهك وشاف تقاسيمك يعرف عنك فيك فم شخصية صحك يقر ما وفقتي في اختيار الدور لأنك ليتنا تكلمتينا بالحسانية متفاصلة وضحكتينا بها والليلة حاولت أنك تخسر لسانك وخسرت لسانك وخسر عليك ذي واجع قال بابا اللي قدمتينا في التصفيات كان شبه من هذا حتى
وواضح فيك الليله على انك ما ما ما, ما انك قبال مندمجه معانا في الدور كيتشي داخله على نظرنا فماتي ما نعرفها كانك بيك الجو هون والله الى الواو ما نعرف ما قدمتي اللي همك تقدمي وهذا قاعد يوضح حتى من نظراتك تخراص عينيك ما انك مركزه حتى مرحبا بك سهل يا جماعه شفتي هذا هو بل المشاكل اللي ينطرحوا الممثلين القصه اللي انت تقدميها لا اما تعود يقطع حضرتي القصه خلقت ولا تستغليها انت وتدير فيها شضحك ويا اما لا عاد انت جايبتيها من راسك قبل ما تمشي وتحضر الماده خلقت بنات الروايه اياك تعرف الطريقه اللي تخرج بها الممثل ما يقدر يجيب الروايه من راسه ما هو روايه قط شافه والله الروايه اختير يمشي لها يمشي قيسه وشوفه اياك يشحنها ها هو اللي خلقي انا حاس كيف حاس الجماعه كامل انك عندك مشكله انك متوتر حتى ما ادري المترك شنو هو انا ترك الاضواء كان مترك درباتي انا كان مترك باب والله منير هاي حال المساله الثانيه نصيحه ثانيه نعطيك نحن هذا توم ينجون اذا قالوا الجماعه كامله نساو عنكم ان لجنه التحكيم ونساو عنكم اللي عندنا فينا واحدين بالحياه والله عندنا فينا واحدين يخلعوا اعتبرونا لا اصحابكم واخوتكم كلهم يطردون يا مرد الضحك اياك يعود الله يتعدل يعود بسيط وارياحي ولا في تكلف ولا في شخصية احنا ما نسب واحدة الا اصحابكم واخوتكم انتم وحالكم ترد علينا بطريقة عادية اللي انت خليك تكلف يخسرها كامل كذا خليك تكلف حالا مون شانس اجي تحكي بشو سيت معها بس طالبة من الجمهور صوت الى رقم 29 يرجى تصويت دائما على الارقام الظاهرة على الشاشة للإعلان في برنامج موطس اتصلوا على الأرقام التالية السلام عليكم موطس أنا قلت أنا مليون ما يدفع ما شاء يدفع مين دهان مي هلا بدا مين قلت أنا بدي جودي دو مين ما يدفع ما دفع بدا سلي أنا كم كلا رشا مين متم بيا تمني كم وري كم حال ما تمني كم أنا ما فهمت النص انا عاد فهمت ان هالشيء بين نصك على انت لو كنا فهمنا اللغه اكيد نضحكوا فوتو يا حد هان ما يا دفنا ما تنقنا يدرو اوريكم هذا تحكمك في الجسم جيد هو اللي قد نعتمد عليه متسابق السات ماجا معانا المتسابق السابع معانا في الحلقه هو ابناء للمختار السلام عليكم موطس ابن المختار خلاقه 1962 في الميناء ابن المختار اخلاقه 1992 وانا تيش الجماهيري بل اني دور مفاجئهم بياسم الأرض في الدوره الثانيه ويا وتات وتات وتم وتدركهم حق الذي لا اله الا هو اليوم هذا ما ليته خوت حد الشاهي انا ما تتخطى كنت جبرت نص خويا والله ما تتعلم اخبارك شنو بات منك تشارك تاعي نجبك من طايح شنو بان تخبارتي شنو معناها؟ يا شنو بان تخبارتي تنقالها؟ يا بويا وخل قلت لك ما ليتك معك حد فطري ما وريته الوير وش بحالي؟ ايه يلا تعود حاضر في تشيك حق حق نتمنى لك التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام سنأخذكم إلى موجز في نشرة الأخبار لليوم لقد أعلن حي البرقة خوفهم وتصديهم للأمطار وقد قال المتكلم باسم هذا الحي المتيريش أنهم قد اتخذوا إجراءات منها مضادات الأمطار من سنجن إلى باشات وأعلن مخبز أن فيتشة قد خيموا في الفضاء الخارجي في ليلة ما يسمونها تصفية الحسابات إلا وقد أعلن أن الفيتشة قد أصوبوا بقصف برجي وقد كان هذا المخيم تحت رئاسة ثلاثة من المخططين والأباقرة والمخرجين لقد ارتفعت حرارة القاز حتى أحس المنتدب مارو وأدها ظاهرة تهدد بسلامته قائلا أن الضرر
قد لحق بنصفه وقد حضر لهذه الحادثة القير مألوف كل من السادة المحترمون كاروت ونافع وبرجيم وسبوما وبما فيهم السيدة المحترمة والسامية المعروفة بياي بوي التي سعت على حل المشكلة ووقفت أمام المئات من جماهيرها منددة بتخفيض حرارة الغاز. والآن نأخذكم في جولة في الأخبار الرياضة. لقد أعلن فريق الشمال تفوقه على الجنوب بهدفين بدون مقابل. قد انتهت نشرتنا لليوم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خالد قرواية يقولوا لها قرايت اللوحة عريض التخمام ما هي زينة عندهم، وأنا زدنا ظهر لي على أنك لأنها صيارة قبيل ترجع عادين تقلع منه 15 لقاه 20، معناها عن الرقاش يلط يعود تاقن نص من راسه. أنا مو اللي شفتها لأنك واضح فيك لأنك عارف على أنك زمانك ما انك حافظه، بالتالي عاد ما نقص التركيز على الله هاك بصير هاك بصير. انت جاي وهامك تحامر الصحافه، وحتى لباسك شتغلت عليه ودرت كرافات ديره زينه بطريقه معبره وفيها شغف بالصحافه، يا غير ملي الاداء من راسه يا تعود على مستوى اللي عدرت الكرافات. واتمنى لك ان شاء الله التوفيق. طفيت على السطح، معناها كان نص شيء وانت شيء قبل انت تقراه، ملي تحاول انك تعدله وتفصله تعدل فيه جنجلات، وكل جمله والله تعدل وراها ضحكه، على الاقل بعد ياك تفرض علينا احنا نوع من القسريه، لان ضحك قد يفرض على الناس قد تزرعه. معناها قبلين قلت مشاهدي الاعزاء نحن معكم نحكم معك، وقال مناشر وكل ساعه والله كل جمله تعدل معها ضحكه، على الاقل نطول علينا احنا اكيد علينا قد تخزي بينا شوي، قليل اللي جيت هون تبغى تحاول انك تقدمه بشكل جدي، وحلت براسك وزباك الصحابي اللي كنت لايت تعترف فيه. ابن هذا النص انت اللي كاتبه؟ نعم. انت كتبته؟ كتبته دار اود للشيء قار مش قار مش شنو كم من يوم؟ ديجور. ديجور؟ وقريته كم من مره؟ قليل قليل. يظهر لي انك انت، انا بعد اكتب لك وكتبت نصي ديجور وقريته ديفوا. نقعد ونقبل البصرات ونقول اني صحيح فعلا ونسنتين التعتع نقرا كيف قرات قعدت؟ غالي نعود انا كمتلقي فاهم انك انت صحفي ومكتوب هذاك الروايه وغالبا تقرا قرايه صالحه وتبود لها بصراتك. يا ما تدعى الجنجل يقرا حاجه وقال جنجل يا غير انك انت ماشي انت من نفسك مهتز لو اني قال اهتزاز الشخصيه قالوا اسمه صاحبك ذاك كلافسكس أنا سلافيسك صاحبون عند بابا مين؟ ذاك مهم ذاك الفقير قال عن الاهتزاز، عن ذا قال الاهتزاز الشخصي، معناه أنك وقوفك أنت هو اللي يوقف انتباهنا نحن. فناك توفيق. أبن إيش قالت لك اللجنة؟ ما شاء الله آرائها كانت جيدة، كان جيدة إن شاء الله بدنا نستفاد إن شاء الله من الآراء اللي تقولنا إن شاء الله، وراني راجع من كل الجماهير ومن كل أصدقاء أيضا أنهم يصوتوا لي رقم 48. دورة التصويت دائما على الأرقام الظاهرة على الشاشة. السلام عليكم. موتس خالد عبد الله يسو، حلاقة 1991 في الميناء، إن شاء الله ودون نفاجئكم أنتم وذوك ونفاجئ ذوك الآخرين. ربنا آتنا في الدنيا في إكسات وفي الآخرة جي إكسات وقنا عذابك بالنتات وجه زهريان. طب ما هو الغريس كنت معنا نهاراتك انت ما اعرف يعني؟ انا ما عرفتك والله، انا عمود صنب كم بالدنب كاملين ما بتقع غريست عليك والله، انا بو انت وكل اللي بقريانه وكل لحم بويانه كامل ليه ننصحك وتوف سمانك محترم قاولانك من تبدل حتكون بس جيد ان شاء الله الموريتاني. Mon Samsung Galaxy là. Eh mon Samsung Galaxy là, il y a pas réseau de. Eh allô. Oui. Jean-Paul, ça va? Ça va bien. Tu viens pas à Mauritanie? Mauritanie, tu connais pas Mauritanie? Oui, tu connais pas, je sais. En Afrique on dit ça un pays, je m'en fous là. Oui, je suis là-bas maintenant. Mauritanie. C'est un pays, je m'en fous. Viens avec les amis là-bas, avec toutes les familles là. Tu n'as pas tra... Quand tu viens, tu vas avoir un garage pour les voitures, ou bien un coiffeur, ou bien
Tu vas nana, il n'y a pas de problème. Tu vas trouver beaucoup d'argent là. Oui, 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 wallahi. J'ai entendu Laura là-bas. Maintenant, il est princesse là-bas, wallahi. En Afrique là, j'ai Mauritanie beaucoup. Oui, oui, avoir travail, taximan. Tu dois savoir code de la route. Oui, tu me fais rire, wallahi. En Mauritanie, il n'y a pas code de la route. Tu clignites à gauche, tu vires à droite. Tu clignites à droite, tu vires à gauche. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire une nationalité ici. Si, 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 c'est possible. Quand tu vois avec les gens là, il y aura business, il y aura business. J'ai dit, j'ai fait ici 7 ans, ma maman, elle était là, elle est morte. J'ai dit tout ça. Tu m'entraînes, il n'y a pas de problème. Oui, oui, quand tu débrouilles ici, tu connais Manté bien, vive bien ici, wallahi. Moi, je ne tourne pas là-bas. J'ai Mauritanie, je vais rester ici aussi. Ici, je suis comme princesse. Même les citoyens là, je les frappe, voilà. Je les frappe sur les fesses, Kassar Amrak. Moi, un du problème. Mauritanie. Mauritanie paysanne. Hein? Même maintenant là, tu sais, en Afrique, n'est-ce pas, tu sais, je n'ai jamais mis les parfums là. Mais maintenant, j'ai les parfums aussi. Tu sentis ça? Ici, c'est bon, c'est bon. Oui, tu vas avoir femme aussi, il n'y a pas de problème ici. Je te dis, pays, je m'en fous, tu fais comme tu veux, vive comme tu veux. Oui, 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 oui. Quand tu amènes, après 5-15 jours comme ça, tu amènes les autres aussi. Notre banlieue, c'est là-bas, au 5e, 6e, là. On est toujours là-bas. Quand tu viens là-bas, tu vas savoir là-bas, c'est Afrique, gars. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que tu as fait un très bon, très beau et très bon One Man Show. Uh-huh. En tout cas, le style, c'est le style de One Man Show. Il y a un texte, il y a une histoire, et il y a beaucoup de critiques, et ça, c'est très, très intéressant. Et tu as pris beaucoup de temps pour faire des choses bien, mais tu peux aussi remplir mieux ton One Man Show. Uh-huh. Je sais que tu es un très grand comédien. Je sais que les personnages aussi que tu as choisi, c'est un très beau personnage. Je suis absolument... J'aime beaucoup ton تعدلت عرض من عروض الشخص الواحد استخدمت فيه ذكاء واضح وكان فما تيش من الطرافة أنا حسيت على أنك خالق بليدات كررتهم شوي كي قضية بيب لا فولا عديدة تيالتك إياك تعود كاتب وحتى ترجع للنص اللي تحذف من هذه العبارات اللي تعود محد معلولة بنفس الطريقة جيد مرحبا بك شخصيتك غنية وعندك حضور معناها بإمكانك تمارس نوع من القسرية على الجمهور بنفس طويل وليلة نهاية تكلمت لنا بالحسانية ضحكتنا وليلة تكلمت لنا بالفرنسية ضحكتنا معناها أنك قلنا على أن الواقع ليس جميلا لكن عندما يحاكى بطريقة جميلة يكون جميلا وهذا فعلا عدلته أنت لأن الواقع اللي عدلته بالتقديم عدلته بطريقة طريفة جدا وغنية جدا وصرت في عرض المونودراما اللي هو عرض الممثل الواحد وأكيد على أنك موهبة بإمكانك على أنك تطورها حاول على أنك لا تصاب بالغرور شكرا تعرف مولي البولاني عدت أوف خالد عبد الله يسو كنت عند رجل تحكيم شو قالت له قالت شي من الآراء وعاتقا سببت لي شي من نقد عادي باللي رجل تحكيم موجودة هون ياك توجه لك نعت لك الطريق الصحيح اللي يلتك تسير عليه صوتوا لي لرقم 13 دورة التصويت دائما على الأرقام الظاهرة تحت الشاشة للإعلان في برنامج موطس اتصلوا على الأرقام التالية سيدي محمد المحمد أحمود خلاق 1990 هات المرحلة الأولى مرحلة 36 البري قاعد في 500 ابصري معه والله معقوله ولا تجي قاعد فوق راسي ظاهر انك صالح ل يعطيك اخويا توجك الترموس تمني يجي يعطيك الخلي احنا وصلنا على الاختصار موتك في الله لا يمسك الغرور
لا ما ارقديه باختصار باش البيله. السلام عليكم. كنت كدفر كنت كدفر لما نحصلكم شي تاكلوا والله شي في المرجع اش كنت نعد شي باني سمي طايح شاد تو بس جيد. السلام عليكم. شنو شو مخرني انا كل صفحه نطلع هنا ما تسع شنو هذا مخرني تبارك الله. لا نقول لك الحسن نصل لا نقول لك انا شي شي مخوفني. وعيت سيزير دي ماتين مع الصباح وعيت ام الدار بعد توعى قام قاع سكا لي وخبطني بكار ما كنت مبرمج عليه وعيني صبحت ورنا ولا ما كان قاع مبين. ومشيت لود المبور مع الصباح شغل الفور وجبرت الفورات كاملين قاعدين لان الكره كان مقطوع وحل بيا كامل شقيتنا وخش من عمرك من قبل الحمد لله فصل معايا وعدت تريكه مرجع من الشيء واحد كومبليك هذا خبطته بيدي ما شربوا الاخر بعد تبارك الله شغله شربوا وكاين مطرطق واحد قدرون وقفت حبي حبي الشعب وركبت فيه توف تميت لا قوه الا بالله من ستر جاي فيني عاتو تردى من جهه الكره في مدريد خلق الصقع وشتش ما جاء واحد قعدت في بلاصتي قلت له قومي ابعد قوم وتميت ما يعرف فيني جاتني حشره من لورا ثري الصحابات سبعه ولا خلق مشتش نقل الكار وطريق وقت نعرف تلفين تك عليا انا حاكم بوحده دايره هون والاخرى دايره هون ولا وصاحب ملاك زي معاهم خابط له رانك بين 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 كاعي فهمت والله وانت تلفين لي انا في المعركه فهمت حسيتني قاعد معركه قديمه انا قاعد خلقت هاي نفس اخذ الراعي نقول لها نفس الامر كسي على شط الدراري انا عشت معركه كسا قامت الرجال فريق احنا السياحلي وفريق تلي دايقو قامت الرجال تعرف قايس المعركه وتوف قال يا عيني خديجه السالم من السكنه خديجه السالم واحده من كانت مانعه وقلت له السلام عليكم خديجه السالم خالق الله الخير انا جايك بمفاوضات ما جاوبتني تقلبت انا ماشي تتاتني من لورا اما اللي ما كنت مبرمج عليها وهي تتي هي اللي ضيعتني ابري قعدت عليها ولا ما 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 سيكني بعد الدنيا قعدت عليها قعدت عليها حق بالله قعدت عليها ابري حلاها فينا سكرت بها مسكرت بها داست وقاموا العليات وقامت تعمار وقاموا العليات رافديني ماشي بيا في الفريق وتميت ما عامشي اثريا فاقت العليات تفرقوا ماتنا منهم حدهم وتميت ما عامشي اللي فاقوا مات العليات تثبت لي خديجه السالم وراها حق الله انت واش عدل لا 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 دفعته وقلت بيت من الشارع ما تبيك القضيه يقر خلي عنك ماني جاي له. محمد انا بدايه مهنئك على حضور بديه منين قال لك عن الوقت وفا كنت تقول بيت شعرك قلت غير قاعد عدلت جزء منه شكرا جزء منه استخدمته شكرا هذا حضور بديهه رائع وكنت موفق فيه وشاطر مولي تبارك الله شكرا انت هذا العرض يضحك وزين بعقاب ابويا غير اوله ما قمت داخله يعطيك قبيل تعود قمت داخله من البدايه انت مركز على دقيقه وتضحك ومشهد ملحمي لا يتقدمه ما يعطيك تطول لنا انا ليلى استفدت منك روايه هو حبيب الشعب انا ما كنت نعرف فين قال شيء حبيب الشعب سبرت عنه عبد الرحمن قال لي يعني قال البيس الكبير شكرا مولي على الفايده قال روايه قلت البارح الواحد هون على انه فقدني بممثل قديم قال له احمد طوطو انت مولي فقدني واحد من الجيل القديم شوي واحد صاحب لي قال له والبخوصه الحقيقه كان عنده نمط واحد كيف نمطك انت وذاك واعر على انه رجع يعود عنده نمط واحد ويقد يعدل بشيء انت نفس النمط عدت الليله فايته هو عدت الليله يا غير كان اذا مقبول شكرا مهناك مرحبا بك حضورك جيد وعندك موهبه التقليد المحاكاه اللي هي اصلا فطريه عند كل انسان اقل في بعض الناس يكتشف وفي بعضها ما يكتشف حاول انك تكتشف وعندما تكتشفها حتى تكون فنان ان شاء الله دائما العمل التقليد المحاكاه يقلد افعال الناس بخيرها وبشرها وقد يقدمها ويحاكيها أسوأ مما هي وقد يقدمها ويحاكيها أحسن مما هي وانت قدمتها بأحسن ما هي إن شاء الله شكرا أتمنى لك التوفيق الله يحفظك هذيك ثلاث مسائل مهمة أطلعوا لك منها واحدة أنت معي تدرس زين وداخل أخلاق وهذا حطها لهم مولانا راس مال موقتي شكرا الثانية عنك مؤلف شكرا الثالثة عنك مشبع باللغة اللغة اليومية ايش قالها حتى الواحد والله ما اعرف ليش ذاك الكلمه جاتني تو قلت ركيت تخيل ما قلت بها الزين ويكون صاحب كان عمد وحبيب الشعب الاخرين شكرا
انا شفت لك عرض رقع عرضين غير عندك مشكله شويه تتخلص منها والله مولي تعتبرها هي جزء من شخصيتك ولا تتغير عنها انك دائما انت تدري يا اما تبدين يا اما المره الجايه شخصيتك تقول ما هي هذا جزء من شخصيتك عادي كيف شارلي شابلن وشخصيات معروفه كلهم عنده وجهه وبلاده مثلا مستر بان داخلي كاركتر خاص به ويا اما تمني تتعدل الدور ما 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 تتفاوض به برافو عليك شكرا اسمح لي شو سيت مع عبد الرحمن لباس عبد الرحمن فتاح قال لباس بقول مين يعرف لي شي مولي جزاه الله خير منير منير والله منير مراجع مضبوط تبارك الله هاي طالب جمهوري اللي يعرفني كان عن طريق جمعيه الازدهار الفنون الجميل اللي صوت لي التصويت دائما على الارقام الظاهره اسفل الشاشه لا يتم تصوير الحلقة القادمة من برنامج موطس في قاعة دار الشباب القديمة مباشرة عقب انتهاء هذه الحلقة اللي تشاهدوا حاليا من بعد سنتين رجين قرض على صقعتك وعلى الراغبين في حضور تصوير البرنامج والتصويت المشترك المفضل من داخل القاعة يحشرونني ويحشرونك ويحشرون من لا عشر له الحضور إلى قاعة دار الشباب القديمة مباشرة عقب انتهاء هذه الحلقة. هذا قد انتم ما تخلصوا ذا وفهم حالته ذي. رمضان كريم. مشاهدينا الكرام ان شاء الله تعود هذه الحلقة نالت اعجابكم، شاركوا معنا الليلة 9 متسابقين قدموا عروضهم قدام لجنة تحكيم المسابقة في نسختها الأولى، خلونا نذكرهم. مشاهدينا الكرام كانت هذه هي الحلقة الأخيرة من الدور الأول اللي كان 4 حلقات إلى أن نلتقي في الحلقة 5 وهي الحلقة الأولى من الدور الثاني وهي حلقة تفاعلية كغيرها من حلقات الدور الثاني بين الجمهور والمتسابقين ولجنة التحكيم إلى ذلك الحين انتظرونا Bye.